نتمنى ان لو كان شي واحد اي توصيات ولا اي ملاحظات ولا اي حاجه نعطيو الكلمه نديرو هذا بالانجليزيه. اي واحد عنده شي ملاحظه اللي بغي نشير ليه هو هذيك الاشاره اللي ما بغيتش اني نفوتها هو ان صراحه لاخوتي نبرا الشباب هذا الشيء اللي كيقوموا به هو صراحه نقولها اسطوري في هذه الظروف اللي كنعيشوها في المغرب. احنا داخل المعهد العالي المتصل بالرباط عاجزين نديرو الاخوان صراحه نقولها لكم. الناس اللي كيقولوا نفسهم خبراء ديال الاعلام راه عازين يديروا بحال هادشي اللي كيديروا هاد الناس هنايا. وهذا الشيء اللي كيدير الرشاد هنا راه هذا هو العمل اللي خاصو يدا. هذا هو الصدق اللي حنا ناقصنا حنا في الصحافه. هذا الميدان اللي عمر بانتفاعيين عمر بانتهاك بصحاب الشكاره وكذا. فهاد الناس صراحه انا كنقولها كيمثلوا مستقبل الصحافه المغربيه. وهذا الملتقى هذا خاصنا جميعا نضحيو ليس فقط معنويا ولكن ماديا باش انه يكون دائما ملتقى ديال الصحافه المغربيه وملتقى ديال الاعلاميين ملتقى ديال الشباب المهني اللي كيشوف على ان الصحافه ماشي فقط اجر شهري ولكن الصحافه رساله صادقه كتحمل. وهم انا هنا من هنا كنحيي هذا الشباب هذا وكنقول لهم استمروا وراح نتعاكم دائما على الدوام. شكرا.